إحنا نظن أن الأفراد العظماء ما كانت عندهم مشاكل في حياتهم. حياة العظماء مليئة بالمشاكل، ولكن مو شرط أن المشاكل تكون من نوع واحد. المشاكل لها أنواع. مرة واحد يعاني من مرض مقعد، هذه مشكلة. مرة واحد يعاني من ذاكرته، الذاكرة تكون ضعيفة. مرة واحد يعاني من الفقر والفاق. مرة واحد يعاني من المشاكل الاجتماعية. مرة واحد يعاني من المشاكل العائلية، مبتلى بزوجة لا تعينه بل دائما تعرقل حركته. إحنا نتصور أن العظماء ما كانت لهم مشاكل في حياته. العظماء كانت لهم هذه المشاكل. دنيا بلا مشاكل الله ما خالق. الله تعالى يقول إني جعلت الراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. الله لم يخلق الراحة في هذه الدنيا. فواحد من البداية ينبغي أن يوطن نفسه على هذه الحقيقة، أن الدنيا مليئة بالمشكلات ذات الأبعاد المتعددة والألوان المختلفة، وأن الآخرين في وسط هذه المشكلات تقدموا.